بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين والمشاهدين الكرام، طبعا اليوم موضوعنا راح يختلف. بعد ماكو حكي مال اسمان راح اجله فتره ان شاء الله، هسه نبدا ويا الضعاف. يعني برنامجنا من اليوم تقريبا نطول فتره للنحفاء، راح اقدم برنامج لانه هوايه ماكو بالمجتمع نحفاء. فاللي ارجو من عندكم اعزائي انه تشيرون تخبرهم اصدقائكم وتشيروها لهم حتى يعرفون انه اكو برنامج. وراح احكي كاملا على اسباب النحافه، هل هي وراثه ام اكتساب، واحكي على اسبابها وطرق علاجها والتخلص من النحافه. فهذا لو تخبرون، كل واحد يخبر الاضعاف اللي يعرفهم، لان هواي خطيه المأيسين نهائيا. يعني عاده داني شايف الاسمان ميأسون، يعني من يقول اروح اضعف نفسي ماكو مشكله، بس النحفاء عاده شوي ميأسين انه لا احنا مولودين هيجي وما ممكن نتغير. فاني اثبت لهم انه هذا الحكي اللي عدتهم هذا غير منطقي، واوضح لهم السبب وكيف نعالج هاي المشكله. فلذلك هذا احب انه من هاي الحلقه تبدون تخبرون الاعزاء النحفاء اللي تعرفوهم حتى يدخلون على خط البان ويشوفون الفيديوهات مالتي بالنسبه للنحافه، اللي كل اسبوع راح ابث يعني حلقتين معناتها، تقريبا مجموع الحلقات راح يصير بين 15 ل 20 حلقه. بما في ذلك نحافة الأطفال راح أتحدث عنها، يعني اللي دون العشر سنين، فوق العشر 12 سنة هذا الكبار يعتبرون يعني بالغين، نقدر نعطيهم برامج. أما راح نحكي حتى مع الأطفال الصغار اللي ضعيف يأكل ما يسمن ويأذي أمه وأبوه الأكل، الآن راح أحكي عليها، عندي مقاطع خاصة لها في نهاية برامجنا. في من نهاية برامج النحفاء راح أقدم فد فيديوهات خاصة بس لنحافة الأطفال. فهسه اليوم نبلش موضوع السؤال اللي دائما يطرح نفسه، هل النحافة أو السمنة وراثة أم اكتساب؟ هل هذه الصفات انتقلت لنا من أجداد وأبائنا، أبائنا وأجدادنا، لو لا هاي اكتسبناها بطريقة الأكل مالها؟ الأعزائي بالنسبة للنحافة والسمنة اثنين راح أحكي لكم، كلاهما ليستا بموضوع وراثي على الإطلاق. على الإطلاق العوامل الأسباب الوراثية أو الصفات الوراثية لا يمكن تغييرها على الإطلاق. فلون الشعر، طبيعة الشعر، طبيعة لون العين، لون البشرة، هاي صفات وراثية. ما ممكن واحد جاي للدنيا عينه سوداء سوية خطرة، ما ممكن. هذا اللينس وما اللينس عيبونه، أما العين نفسها ما ممكن تغييرها. فلذلك كل صفة ما ممكن تغييرها صفة وراثية. ليش؟ لأن محكوك على مطبوع على الكروموسومات وتنقلنا، وما بدنا احنا لا حول ولا لنا قوة في تغيير هذه الصفة. أما الصفات غير وراثية يمكن تغييرها، مثلا البدانة صفة غير وراثية. يعني يجيني الشخص وزنه 186 كيلو، أطلع من البرنامج ورا سنتين ب 76 كيلو، 110 كيلوات نزلته. زين، إذا كان وراثة شان ممكن شيء؟ لا، ممكن على الإطلاق. إجاني الشخص، إجتني مرة عندها ثلاثة أطفال وزنها 154، قضيت ما صل الطلاق على مدة السمن مالتها، ثلاثة أطفال عندها، وعين اشتغل عليها نزلها فد رقم أقول قد ما تصدقون إلى 61، من 154 إلى 61، يعني 93 كيلو نزلت من عندها. أعزائي لو قضية وراثية كان قدرت أسوي الشغلة؟ لا. أنا لو جيني بشرته السوداء يقول لي دكتور بكت تبيض بشرتي، ما أقدر، مو شغلي هذا.
هاي كروموسوم 2 كلها محكوك عليها اسود 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 او حنطاوي 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 لو ابيض 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 لو اصفر اصفر اصفر. هاي مكتوبه مطبوع على الجينات ما ممكن تغييرها. لكن احنا هم قدرنا نضعف وهم قدرنا. اجاني واحد اجتني وحده خطيئه ايام ارادت تسوي سكول ضعيفه ما تصدقون وزنها 36 كيلو. دكتور في الاربع خمس كيلوات كلش ثوب العرس ما راح يرام علي. زين قلت له خدمتك انطيتها برنامج عزات 23 كيلو زادت وزنها. فممكن عزيز ما عندنا مشكله احنا بلي ما يطبق البرنامج ما يتوفق. يطبق البرنامج ويحصل على نتيجة. دكتور تقول ماكو عوامل وراثية. اي ماكو عوامل وراثية. بالسمنة ماكو اصلا. شلون لاكو عوائل دكتور كلهم اسمان وعوائل كلهم اضعاف. اعزائي احنا عندنا صفة وراثية اسمها صفات السلوكية للتغذية. هاي موجودة على الخلايا على داخل الكروموسومات مالتنا. سلوكية الوراثة والتغذية سلوكية التغذية سلوكية تسحبهم إلى السمنة. فالسمنة مو وراثة وإنما السلوك هذا ودال لنا. هسه أنا أضرب مثال شلون هذا السلوك يجر للسمن أو هذا السلوك يجر للضعف. عائلتين عائلة سمان عائلة ضعف. الأب الصبح يروح يجيب معجنات قطيط معجنات يجيبها يشتري ويجي يخليها بالبيت. حجي هاي خليها بالثلاجة. هاي العائلة كلهم ضعف خليها بالثلاجة. أنا أروح للشغل من أرجع نقعد العصرية هاي المعجنات ناكلها ويا شاي. يرجع تعبان رجع من الشغل هجي يلا جيب شو اسمه خلي يجون الجهال ياكلون ويانا يعني. سوي شاي مسوي نجيب نوع عجنات. زين قعدوا تعال فلان ابنهم بتهم اول واحد قال دكتور ما اشتري بابا ما اشتري معجن. الثاني قال له ابوي اني خلي باكر انا ما لي خلق اكل. الثالث قال دكتور بابا انا اليوم صرت عصبي المعلم الثاني حش علي قدام الجهال تاذيت اصلا ما اشتري اكل. الرابع يقول لا بابا انا اخاف اكل بعد ما اقدر اتعشى. وهكذا بقيه. المعجنات راح تبقى بالثلاجه اليوم باكر اليوم باكر بعدين من تعتق ذبوها بسله القمامه. هسه نجي لعائلة سمينة. نفس الشيء يشتري معجنات حجية عصر من نجي نريد هاي المعجنات ويا الشاي نشرب. فزوجتها أخذت القطية سمينة بالطريق ده تروح للثلاجة نتفت اثنين منعتها خلتها بالثلاجة. ليش؟ لأن عندنا أمر وراثي يقول إذا نظرت فكل. ضعيف ما عنده شيء، ضعيف يباع الأكل وكأنه دا يشوف له كتب، ما هي أهمية. أنت شوف الدهين تكيف عليه، سمين. ضعيف حالة نفسه تلعب منه. ما يرغب أصلاً ما أصلاً مو يم الأكل. زين البقيه وين؟ واحد قال بابا انا عطشت رحت اشرب ماي شفت القوطيه. ها بابا انا مكانك خالي في الاثنين مكانك خالي عاشت ايدك خش معجنات كانت هم اكلت اثنين. ثالث قال بابا انا شفت اخوي ياكل قلت له بس انت تاكل انا ما اكلت. زين بقيه وين؟ الثالث قال بابا انا رحت للثلاجه لقيت بس اثنين بيها. أنا ما أكلتها وقوطية دبتها بالزبالة. شوف أعزائي الفرق إيش قد؟
هذا شنو؟ السلوك الوراثي عزيزي، هذا اللي ياكل عن اللي ياكل نفس الشيء، لا هذا الله راح يسمونه ذاك الله فون. هذاك ما ماخذ الضعف بالوراثه، ماخذ اذا نظرت لا تاكل، اذا شممت لا تاكل، اذا عصبت لا تاكل. لكن بالعكس السمين البيت العائلة السمينة يقول له إذا نظرت فكل، وإذا شممت فكل، وإذا تذوقت فكل، وإذا عصبت فكل، كلها أوامر للأكل. فإذا هذول ما ماخذين السمنة والوراثة، السمنة والنحافة والوراثة، لا ماخذين الأوامر. وشنو الفرق دكتور؟ لا الأوامر هواي تفرق. أنا أجي أهذب الأوامر، شلون تهذب الأوامر؟ أجي أقول له بابا تسمين ده الطق، خاطر نبيك من تروح تشرب ماء، يشرب ماء ويرجع ما يرد يذبح أبوش بالثلاجة. وأجي للضعيف أقول له أبويا تروح للثلاجة أخذ ماء، ماء شنو تشربه؟ هذا الشربت موجود اشرب الشربت، وهاي معجنات موجودة أكل معجنات، إيش سويت؟ سمنت الضعيف ضعفت السمين. أنا شنو عدلت السلوك الوراثي مالتهم. فعجبا نقدر نغير السلوك الوراثي، هذا إن شاء الله بحثنا للجلسة القادمة إن شاء الله. عجبا نقدر نغير السلوك الوراثي ولا إلى هناك. ونستودعكم الله أيها الأعزاء النحفاء، والله معكم، وسنلقاكم إن شاء الله بالقريب العاجل في الحلقة الثانية إن شاء الله.